بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي في شرح نظام مايكروسوفت بروجكت. أنا عبد الحي دخان، مدير مشاريع وحاصل على شهادة البي ام بي. يعتبر نظام مايكروسوفت بروجكت من أشهر الأدوات لإدارة المشاريع لما يتميز به من سهولة وقوة في إنشاء وإدارة المشاريع، بالإضافة لتكامله مع بقية برامج مايكروسوفت بروجكت. وسنتعرف في هذه الدورة على النقاط التالية: التعرف على مبادئ إدارة المشاريع، آلية تحديد نطاق المشروع وتحديد المهام، وضع الجدول الزمني بشكل محترف، حساب تكلفة المشروع وتحديد الميزانية، آليات متابعة التنفيذ وأصدار التقارير. سعيد بتواجدكم معنا وأسعد بتواصلكم عبر البريد وحساب لينكد إن الظاهر على الشاشة.